حنايا نخدموا ابياج تاع ليسياج غارنيتور اوتو، يعني كيما يقول لك ليسياج تغليف مقاعد الابواب الارضيه السطح تاع سياره، اسمها سياره كامل داخل واش فيها نخدموا لها. هذه مصدر رزق تاعنا كيما يقول لك، عندنا واحد من الشرق واحد من الغرب كل واحد منين، وانا خاوه كيما يقول لك ايكيب وحده خدامين في لاتولي هذه والحمد لله على كل حال. جيت من ولايه سيدي بلعباس انا عند عبد، جيت نتعلم الحمد لله راني قدرت روحي شويه شويه رانا نخدمه. عندنا تغليف مقاعد السياره في عمري 19، اللي قاعد بروحي شويه شويه علمني هو، قعد بشويه بشويه حكمت روحي في الميتي والحمد لله. نبداو سبعة ثمانية ثمانية ونص نحلو نحكمو طونوبيل نخدموها، يديها يجيبها صباح يديها عشية، نتعاملو بيناتنا الحمد لله رانا مع خاوتنا. كل واحد من جاي هذا مسكي كدا هذاك من دية هذاك من المفتاح، ورانا متخاويين لهنا نخدمو انتيك. الخدمة هذه مصدر رزق ورانا نخدمو الخدمة هذه باش من نقعدوش باش منريحوش، وكاين الخدمة واللي يحب يخدم يخدم، ماشي شوماج ولازم تريح، دير في بيت في راسك وراك تخدم فيه. الحمد لله.